أهلا وسهلا، عادي شوي. لا مو ضروري، خفت تقوم تفكر بغير شي لو أنا ما أجيت على الموعد هلا، مشان هيك أجيت. ناريمان طولي بالك، بدي دافع عن حالي، ممكن؟ عادي شوي. يعطيك العافية محمود أفندي. أهلا وسهلا يا نوران خانم. أهلا فيك، شكرا. أخ والله رح موت من الوجع. بالله عطينا نص كيلو من هدول. أوه نوران خانم، خير؟ شو بدك أمريني؟ بدي لحمة ظريفة مشان الطبخة. إيه خلاص مو مشكلة، طولي بالك. معلم محمود، ممكن تعطيني أحسن قطعة لحمة عندك لنوران خانم؟ إيه مو هي، مو هي. أوه عطيها هديك اللي هنيك، هديك تازة أكثر. أيوه هي. ليش انت بتعرف اللحمة يا معلم جمال؟ ولو يا نوران خانم، معقول هالحكي؟ انا برأيي هديك القطعة احسن مشانها. اسمع اللي عم قوله انا وسكوت، خلصنا. انت شو بدك؟ بعدين شو فهمك بهالشغلة؟ فعلا انا بياع حلويات، شو فهمني باللحمة؟ كلامك كله مزبوط. مو حاسة انه الطقس صاير شو بزيادة بهالفترة؟ الظاهر انه الشتوية رح تتأخر. هلا عم يقولوا رطوبة عالية كتير، وعلى التلفزيون قالوا انه الحرارة رح تنخفض، بس العلم عند رب العالمين. تفضل. شكرا. ألف صحة وهنا. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. يلا روح شوف شغلك. يلا وين كنت يا جمال؟ وين تركت المحل ومشيت؟ مو تارك المحل فايز بيك. أهلا وسهلا، منيح اللي اجيت فايز بيك. في كم كلمة بدي أقوله، مستنيك. خير إن شاء الله، قل لي يلا. خلينا نقول إنه خير إن شاء الله. تفضل. ما عم بفهم كل يلي صار، شو المشكلة وشو اللي صار؟ هذا اللي ما عم بفهمه، بس ما عم حملك مسؤولية لأني ما عم بعرف حالي. أنا ما عم بتحمل شوفك مع ماجد بنوت، عم عصب فوراً ودمي عم يفور. بعرف يلي عم يعمل فيني هيك مشاعري تجاهك. بعرف إنك مو مضطرة تحبيني لأنه أنا بحبك. أصلاً هذا الشي غلط إذا أنا بطلبه، بس الغلط الأكبر هو إنك تلعبي علي. أنا برأيي بلا ما نأذي بعضنا ريمان، نحن في عنا ماضي حلو. صحيح الماضي اللي عشناه وكل الوعود اللي قلناها واتفاقاتنا كلهم ما فادونا بشي، خلصوا. ها قبل ما انسى، اذا في شي بينك وبين ماجد وهذا يلي عم شوفه، فانا اجيت هلا لحتى اعتذر منكم على اللي صار مني امبارح. ما كنت مستوعب اني رح شوفكن قدام عيوني مع بعض. طبعا جيتي اليوم كانت لحتى نقعد وجرب اني حط حالي بمحله. اكيد مو سهل عليه هالموضوع لما رح يشوف حبيبته وهي قاعده مع حبيبها القديم. ما حدا بيتحمل يشوف حبيبته مع زلمه تاني، حتى لو كان فقير ولا غني رح يغار. العشق بيجرح الفقير وبيجرح الغني مثله. هالغيرة ما عم بقدر اني اتحملها ابدا ناريمان.
يلا حاجة تحوز جمال، احكي اللي بدك تحكيه وخلصني. ثواني بس، توعدني انك ما رح تعصب؟ قول اني رح خليك تحكي وانا مروق. شو اللي عم تقوله؟ معقول كون معصب منك؟ جمال انت بعمرك ما عملت شيء يعصبني. فايز بيك، صار لي سنين عم حاول اسألك بس ما كنت اعرف شو بدي احكي معك. المرحومة زوجتك صار 20 سنة متوفية، ليش قاعد لحالك فايز بيك؟ يعني للصراحة والله الوحدة بتقتل. أنا ماني لحالي يا جمال، ناريمان معي ونوران كمان وبنتها ليلى. بعدين مرتي ما تركتني. مو أنت اللي دفنتها بإيدك؟ إيه مظبوط دفنتها، بس وأنا عم أدفنها دفنت قلبي معها هنيك يا جمال. كل الناس بتعرف تحب، بس في كتير بيحبوا مرة واحدة ما غير، فهمت؟ ولما بيخسروا الغالي بينتهي كل شيء. أنت في معك حق، بلحظات أنا لما بعصب ما بعود أعرف شو عم بحكي. حتى من زمان كتير ما قعدنا بدون ما يصير بيناتنا خناقة، بس أنا بجنون حبيتك، حبيتك أكتر من أي حدا بحياتي. يا عاصي ناريمان استني، بجوز أنا ما عاد أقدر بغير يوم أقول الحكي اللي بدي أحكي. تعرفي أنت إنه حبيتك وما توفقت. امبارح اللي عرفت اني عم بغرق أكتر وأكتر بحبك. انا هلا بلشت اذيكي بهالحب. بدي اياك تكوني سعيده. الو. طيب عمتي ما بطول. بدي روح هلا على البيت. طيب خاطرك. مع السلامة. أنا وماجد ما في شي بيناتنا. هذا الأسبوع صار فينا نروح ونشوف مجموعة زينب خانو. تفضلي. شكرا كثير. صحة وهنا. تفضلي. هاجر؟ نعم. نور بغرفتها هلا؟ ايه بغرفتها. ايه بتكون عم تدرس. انت وأنور كانت مزحتكم ثقيلة وبسببكم ما عاد عم تروح بنوب على الجامعة. انتوا وجعتوها. مع اني سبق ونبهتك يعني فين. والله كل الموضوع كان مزحة. ما عاد نخلص منه من سيرته. انت متخيلة انه انور بيحبها؟ بلا هلا مسخرتك على اختك وبكفي الشيء اللي عملتيه فيها. بعدين شو ناقصه لحتى ما تحب وتنحب؟ ما بعرف انت شلون بتفكري يا بنت. مثل العالم. بابا لسه ما اجا؟ اجا يا روحي. وقاعد بمكتبه هلا. قال هو مشغول. على طول مشغول. نور اسمعي، امك عم تقول انك انت كثير معجبة بانور. معقول هالحكي ماما؟ ما أنا عم أقول نفس الكلام. بس نيفين أنا بالنهاية أم ومعي حق أفكر هيك بأي شاب من الشباب اللي حواليكم، وهذا الشيء ما أنه غلط أبدا. تمام، بس أنه أنور يحبها لنور هذا الشيء مستحيل كتير. يا ريت تشرحي له وجهة نظرك للماما وتطمني لبالها. طيب أنا شفته لأنور وقال لي أنه في وحدة بيحبها. منيح هالحكي. أنور من وصلته قدر إنه يحب ويرتبط، يعني اطمنوا كلكم مو أنا أكيد.
صحيح الكلام. بعدين نوعية البنات اللي بيلتقي فيهم أنوار بعيدة كتير عن طبيعة أختي نور الوازنة. شو ماما شفتي؟ أنا ما حدا بيشبهني بنوب، هدول بنات غير نوع. أنوار بحب البنت اللي ما بتعارض شي، يعني اللي من نوعية أختي نيفين، بس ما عرفت توصل الفكرة مشان ما تكسر بخاطري. يا حبيبتي أنت زعلتي مني يا نور؟ لا، ليش لأزعل منك؟ كيفك؟ منيح، وانتي؟ أهلا وسهلا ماجد بيك. أهلا فيك. بدي أقول لك شغلة. بيظهر إنه كتير معجوقين، برجع بغير وقت. ماجد؟ ما شفته. اليوم الجو كتير غليظ. كنت عم بستناك، طولت. ماجد خلص بقى. تعرفني بدي اخلي هون. ليك بسببك صار لي 3 ساعات قاعد مع مين؟ ما عم اقدر انسى اللي عملته لهلا. بوعدك انه من هون ل5 سنين رح اطلع معك على كل الحفلات وما افتح تمي. وبتطلع اخر واحد يا انور. ما تخنت ولو؟ جزاتك. طيب. منعود هنيك؟ ايه. هو سهران هون، انت وينك؟ انا ما بيهون علي بزعلك. تعي نطلع شي مشوار، منه منتسلى ومنشم هوا. اوف، مو جاي على بالي اسهر، بكره عندي جامعه. لا يلا، مو قد دلالك هلا، منروح شوي ومنتسلى. يلا نور حبيبتي، بترتاحوا شوي وبتغيروا الجو، وبلا ما تطلع نيفين لحالها بهالوقت. ايه يلا تعي، لا تكسري بخاطري. يلا. اوف، بس ما بدنا نطول. مثل ما بدك، انا رايحه اجهز حالي. يا ربي على الهم. نيفين، اذا بتلبسي فستانك جديد احسن. ممكن، انتي قلتيها. بس انا بجنون حبيتك، حبيتك اكثر من اي حدا بحياتي. وين شاردة؟ يا عمري، هاي الأمور ما بتنحل إذا ضليتي صافنة. لحتى تفهمي الحقيقة لازم تكوني جريئة وما يأثر عليكي شي بالدنيا. بس كل هالسنين ما قدرت افهمه لعاصي ابدا. يعني اذا قدرتي تفهميه، حاسه كل الامور بتنحل. الحياه بتضل على طول مليانه اسئله واسرار، اما الاجوبه بتضل هي الشغله الصعبه. لازم انت يلي تدوري على الجواب بنفسك. شو بدك هو المهم. بدي السلام، اتنفس، بدي اشوف النجوم وعيش من دون هموم، بدي اعيش بامان من دون ما يكون في قيود، بدي حب من دون مصالح ابدا. مره ماجد ومره عاصي، وهيك بيمشي الحال وبتحققي شو ما بدك. أعطيني رأيك بصراحة يا حلوة، شو هو الشيء الأصعب، الحب ولا الثقة بقى؟ الثقة أصعب من الحب برأيي. صح الكلام، وأنا كنت واثقة بعاصي دائما. لو سمعتي شو حكى اليوم معي.
ناريمان، ما توثقي بحدا ولو كنت أنا. في ناس كلامهم بنقط عسل وهني عكس هيك تماما. خدي حذرك وانتبهي منيح. اجيت، مو قلت لك خلينا نقوم نمشي؟ معلش نقعد بغير مكان؟ مستحيل. تعي. سلام. أهلين، تفضلوا ارتاحوا. نيفين، نحن ما استغربنا إنك تجي، مو هيك أنوار؟ أنا كثير مبسوطة إنك تعودت على هالشي ماجد. شو أخبارك نور؟ عادي، نيفين جبرتني إجي معها مشان هيك إجيت. طالما أنت مع نيفين بدك تكوني جاهزة على طول. هذا الشي بينطبق على أنور. أكيد رح يجي شي يوم وتفهموا علي كل شي. شو عم تحكي؟ قاعدين هون لنتسلى. ما عاد بدي ضل أنا وسيلة لتسليتك طول الوقت ماجد. مزبوط، عندك حق وبعتذر. نيفين، تقومي نمشي؟ لسه هلأ وصلنا يا نور. ماجد، ناريمان امتى رح نشوفها؟ نيفين، هالموضوع انقفل. بس انتو عم تشوفوا بعضكن و... نيفين، عم قول لا تفتحي هالموضوع. ألف مبروك نيفين، خلص موضوع ناريمان انقفل وما عاد ينفتح. على أساس هو صادق باللي عم بيقوله؟ bahçede hanım eli sen ettin beni deli gel gülüm gel sen ettin Zorla güzellik olmaz Sevmeli, sevdirmeli Gel gülüm, gel Sevmeli, Thank you.
هل الحب عقوبة؟ أم هو جائزة للإنسان؟ ألف صحة وهنا على قلبكم، لازم أمشي، تأخرت. ديري بالك على حالك يا بنتي، الله يسر طريقك. ليلى، قلتي إنك بدك تعطيني عنوان الشغل. رح أعطيه لأمي. نوران، ليكي، خبري ناريمان تجي بلا ما تتأخر. شوي وبخبرها. ليلى، بنتي؟ أعطيني كرت المحل اللي بتشتغلي فيه وأنا بعطيه لخالك، وبكرة أو اللي بعده رح يزورك إن شاء الله. إيه شو علي؟ قولي إن شاء الله. خالك فايز بيهتم فيك كتير، أكيد بهالأسبوع رح يساوي لك زيارة. إيه خلي أدويته جاهزين. ليش الأدوية؟ ما حدا بيعرف بجوز هنيك يحتاجن، الضغط خصوصاً. إيه؟ أرجي أغلو للنسيج؟ أرجي أغلو؟ ليلى أنتِ شو عملتي؟ نوران؟ أمور فايز؟ ليلى تركت كرت شغلة معك بالله؟ إيه ما تركت الكرت هلا لأنه نسيت تجيبه لهون، إيه على أساس هي عم تطالعه؟ إيه بس ما لقيته بشنتايتها، طلعت نسيانة الكرت اللي مكتوب عليه العنوان، بكره بتجيبه. أعطيني إياه أول ما تجيبه نوران. أنا وعدت ليلى من امبارح إني أشرب عندها كاسة شاي. لازم أعرف وين عم تشتغل وشو عم تشتغل ومع مين موجودة. ما بيصير ما أعرف. مزبوط اللي عم بتقوله. شو ساوي هلأ؟ يا الله شو بدي بهالبلوة؟ ليلى شو اللي عملتي؟ بصراحة بلشت بالشغل، مو معقول إنه ضل بالبيت عم بستنى. لك بنتي ما فكرتي بنوب شو اللي ممكن يصير؟ خير ليش شو المشكلة؟ انتي ما دخلك ناريمان. ليكي أمي كان بدي أشتغل هالفترة وتوظفت وبلشت ومشي الحال هلا. من بكرة الصبح تطلعي بتقدمي استقالتك وبترجعي بوشك على البيت، فهماني؟ لحظة، طالما بابا اللي سمح لها، ليش انتي عم تكبري هالموضوع؟ تفضلي، طلعي ليلى خانم وين عم تشتغل. ليلى، قولي لي شو رح يصير بخالك بسيدرة وين عم تشتغلي. لا تقولي لي طلبتي شغل من ماجد ليلى. بصراحة ناريمان، أنا كان بودي ضل وأحكي معكم بهذا الموضوع، بس تعرفوا هلأ عندي شغل ولازم ما أتأخر أول كم يوم. ليلى، ليلى رجعي لهون، تعي عم بقلك، لك تعي. يعني بابا شو حيساوي إذا دري؟ ناريمان، أبوكي ما رح يدرى، ما رح نقله أي شيء لحتى ليلى تترك الشغل. قلي يا رشاد. معلم، أنا ما لقيت الخانوم بس لقيت كم عنوان ممكن إنها تكون فيه. استعجل يا رشاد، أنا ما عاد في عندي صبر أبداً. تفضل، عم تدور على حدا؟ هالعنوان بتعرف وين؟ آه، أنت عم تدور على بيت عاصي مو؟ بالضبط. ليك يا معلم، هلأ بتروح من هون دغري. ها، ما في داعي، هي عاصي إجا. نهاد بيك؟ عاصي؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك. أخ يا ربي، يا الله من وين إجتنا كل هالمصايب؟ بس كله من تحت راسك والله ناريمان. ليش أنا شو عملت عمتي؟ أنا قلت لها روحي لعند ماجد لحتى تقدري تشتغلي؟ اسكتي هلا بيسمع أبوك. إيه خليه يسمع، شو عليه؟ بدي يعرف. بعدين ظهر ليلى ما رح تسمع كلامنا ابدا ورح تضل هنيك عم تشتغل. اذا دري رح تقوم لقيامه. شو هالقصه هي بسيطه بنتي؟ ليلى راحت واشتغلت بشركه عدوه لابوكي.
اخ يا ليلى اخ، خربتي بيتنا بنتي، خربتي. اوف اوف. انا اجيت. اهلا وسهلا فخرية. شو الموضوع؟ شفت عمو فايز وهو عم يروح هلا، وعمتك نوران كأنه مو على بعضها. اسمعي، ليلى عم تشتغل بشركة ماجد من دون ما تقول. شو؟ مو معقول، مو معقول اللي عم تقولي. لو غيرك ما كنت صدقته أبدا. فخرية، لازم نلاقي شي حل، ويكون بيعلمك هالمخلوقة إذا قلعوا ما بتتقلع. يقلعوا ليلى؟ قصدك أنتي؟ لا نارمة؟ ايه ايه. ألو؟ ألو؟ أنا ليلى. أهلين. أنت اللي أعطيتي عنواني لنهاد، ما هيك؟ لا أنا ما حكيت أي شيء، لا تقولي لي إنه لقاكي. الله يكون بعونك يا ليلى. خلص بقى، ما عاد تحكي شيء. حسب الوثائق صار في عملية توازن. فعلا هذا اللي مبين. شو رأيك أنوار؟ هذا مو مجالي، أنا فيني أخدمك بالمجال المالي مو أكتر. عم يفصل بوشي، وبلكي فصل الخط بالغلط. دقي. عم يفصلني فخرية، خلص ما عاد بدي دق. بتشوفي كيف رح يدق لك. ايه بس انا ما بدي اياه يدق لي. هيام عطتني العنوان، كانت رح تجي معي بس بدها تلحق الطيارة. ليش هيام؟ لوين رايحة؟ على فيينا. قال هي هنيك بدها تتابع دراستها. ما عندي خبر بنوب. كنت عرفت لو موبايلك مفتوح. على كل هنا أنا أجيت لهون وفي عندي عرض رح أقدملك إياه. هيام سمعتني لحنك وحبيته. تسلم، بس لسه ما خلصتوني هبك. لا تستعجل بنوب، على مهلك. اسمعني، رح أعطيك حق هذا اللحن 15,000. بدنا 40. ما سمعت. 40 بدنا، 40 حق اللحن. مين حضرتك؟ مدير أعماله. إيه؟ إذا ما ناسبك في عنا طلبات كتيرة عليه. ماشي، معناتها الأربعين مو مشكلة، بس بدي أكثر من لحن ويكونوا حلوين. أي مو مشكلة، عنده ثلاث ألحان بتجنن. أنت لا تشغل بالك، اكتب الشيكات خلص. على الأغلب أنا وأنت راح نساوي شغل كتير إن شاء الله. ما قلت لي شو اسمك؟ جهاد محسوبك. نهاد، تشرفت بمعرفتك. يلا عن إذنك يا عاصي. الله معك. لك جهاد؟ عاصي، عاصي اسمعني، طول بالك وتماسك، تماسك. اسمعني، ما عاد في روح على الجامعة وإلا بغير الاتفاق. ها المصاري بدها تنعد هون على هاي الطاولة. مثل ما بدك معلم. الحمد لله.
الحق علي، انا ما كان لازم دق له. انا حاسه انه ماجد ارجي اوغلو قال لهون وخلصت هالقصه. ما تطلعي فيني، الزلمه على حق. فخري انا عم حاول حل موضوع ليلى مو اكثر، ماني عم حاول صالحه لماجد. بعدين عمرينه بلا ما يرد، شو خربت الدنيا يعني؟ انا هيك عم اقول نفس الشيء ناريمان. واللي بدي اقوله بهالموضوع، انا كل همي انه عمو فايز ما يعرف شيء عن هالقصه بنوب. رح اقنع ليلى انه تبطل الشغل وهي رح ترد عليكي دغري. اسمعي شو رح تقول لك. ولو يا ناريمان، وين المشكله يعني؟ هلا رح اترك الشغل، اصلا انا معروض علي كذا وظيفه بس لسه عم ادرسهم. مفكره هيك رح تقول لك؟ ليش نحن ما فينا نقضي يوم مرتاحين من دون مشاكل؟ هذا ماجد؟ لا. ألو؟ نعم ناريمان. مين مين مين؟ عن جد عم تحكي؟ أنا اللي اخترتوها؟ لشو اختاروكي؟ فهميني يلا. ممتاز، طيب مو مشكلة. ممتاز، عن جد شكرا كثير، فرحتني من قلبي. شو قولي؟ فخرية. شو؟ أنا يلي أخذت منحة أريج سيس بالرسم. ألف مبروك يا عمري، عن جد فرحتيني ناريمان. ألف الحمد لله لك، المنحة طلعت لك. عن جد فخرية مالي صدقة. صدقي يا عمري، صدقي حبيبي. شو اللي عم بصير معكم؟ ليكي، الموضوع هو إنه في عنا فنانة حلوة نوران خانو. فخرية. إيه خلصينا اضحكي. اليوم الكل لازم يضل عم يضحك كرمال ناريمان. يا حبيبتي انتي. يا سلام، شو هالعاصي، الله يقدم له الخير. لنشوف شو بده يصير معه هلا، بعدين شو مش هالجامعة. شايف لك هالجامعة الفاضية عم فايز، بظن انه يتركها. على اساس هو بده يصير استاذ اكاديمي. ايه هذا الحكي ما بيشبع البطن فايز بيك، الشهادات ما عاد إلها مفعول. مزبوط، الناس هلا عم تعبي جيابها وتترك عقولها من دون شيء. ناريمان طالعة كتير حلوة اليوم. هاد من لطفك، هاد لليلى. كأنه أنت فرحانة؟ شو صاير معك؟ إذا بحكي لك ما رح تصدق. لا لا بصدق، لأنه اليوم كمان صار معي شي غريب، عن جد فاجأني. إيه خبرني بقى. لا أنت بالأول. طيب، اليوم فزت بمنحة من فنانة كبيرة لحضر للامتحان. مبروك ناريمان، يعني انت رح تصيري رسامه مشهوره. بتمنى. يلا قلي انت. اها، انا ما بعرف كيف بدي ابدا. اليوم صحت لي فرصه، ليكي في واحد اشترى مني كل الحاني، الالحان اللي بدي لحنها والالحان الموجوده. مبروك، فرحتني. رح تصير ملحن اذا هيك؟ ما بعرف، انا لسه ضايع، يعني هلا انفتح قدامي باب جديد. انت ما كنت توافق على مثل هيك اقتراحات من قبل، مين اللي اقنعك بهالشغل؟ أبو هيام زميلتي نهاد بك. مثل ما كنت عم فكر، يعني للصراحة يا عاصي كتير منيح إنه موهبتك لفتت انتباههم. قصدك صرت بفضل هيام مو هيك؟ ماجد؟
اهلا وسهلا. قديش بنبسط بس شوفك عندي. كنت عم اقول اجي واتغدى مع امي. يا عيني عليك، هاد الشيء الصح. انا كنت حابه احكي معك بموضوع. ممتاز، يلا لشوف. في عندك وقت اليوم؟ في، عم بستنى طالبه شطوره، ما بظن انها تتاخر اكثر من هيك. هلا طالبه وشطوره؟ نعم، في عندها رسمات حلوه وعندها موهبه كبيره. انا بظن انه رح تنبسط فيها اذا اشتغلت عندكم. لازم روح بلا ما اتاخر على اول موعد. ناخذ تاكسي من تحت مع بعض؟ يعني اذا انت ما كان عندك اي مانع، انا حابب اليوم اكون موجود معك.